تفتكر يا مصطفى هيصدق معاك انت والحاجة في الكلام اللي قاله؟ أفلح إن صدق. أنا متهيألي ربنا أراد إنه يهديه دلوقتي. طب مش المفروض إن احنا برضو نبلغ الحاجة نعيمة بالاتفاق ده؟ وأنا فوت على المحامي بتاعهم وقلت له على كل حاجة. يومك على خير. أرو مين؟ عزة؟ خير يا أنس عزة؟ خير يا دكتور. الحقيقة الحالة ما تطمنش، بس إن شاء الله احنا هننقلها مستشفى الزقازيق الجامعي، وأنا هكلم الدكتور إبراهيم حجاب، ده راجل أخصائي خبير في علاج أمراض المخ والأعصاب، وتحت إشرافه يومين تلاتة هتبقى زي الفل بإذن الله. المهم دلوقتي البسوا انتوا ولبسوها وجهزوا شنطتها، انا هكلم الدكتور ابراهيم يسبقنا على المستشفى. خير خير يا دكتور ابراهيم. خير ان شاء الله يا بنتي. خير خير. ماما عامله ايه دلوقتي يا دكتور؟ تقدروا تدخلوا تطمنوا عليها بس ارجوكي من غير اي ازعاج. اتفضل يا دكتور. طمنا يا دكتور، ايه الحاله بالظبط؟ والله يا اخويا مصطفى الحاله زي ما انت شخصتها بالظبط، جلطه في المخ اتسببت في شلل بالجانب الايمن، وربنا يسهل وال 72 ساعه اللي جايين يعدوا على خير وتعدي مرحله الخطر. ربنا موجود والشفاء من عنده. حبيبي ممكن يمسك اعصابه على الاخر. انتوا ايه الحكايه بقى؟ انت جايه دلوقتي تقولي لي امسك اعصابك، ومن شويه مامتك قالت لي امسك اعصابك، وفجأة سابتني وجريت على المطبخ. اتفضل يا محمود باشا، كوباية الليمون دي أنا عاملاها لك بإيديا عشان تهدي أعصابك. برضو عشان أهدي أعصابي؟ شكرا، إنما ليمون إيه؟ ما أنت عارفة أنا ما بحبش قوي الليمون. خير؟ هو في إيه؟ أنا عايزاك تشرب الليمون وتاخد حباية من دي. أنا باخد منها لما حماك بيشد لي أعصابي، ببقى هادية وريلاكس على الآخر. خدي الحباية ما تقلقش، ملهاش أي أعراض جانبية. كمان حباية مهدئة؟ لا إله إلا الله. ماشي الحمد لله. إيه؟ أديني خدت الحباية وبقيت هادي. لطيف خالص أنا. خير بقى في إيه؟ مبروك. مبروك على إيه يعني؟ أصل إيناس بقالها أكتر من 10 أيام حاسه كده بشوية أعراض غريبة. أنا خدتها ورحت بيها للدكتورة رضا وقالت لنا إنها حامل. حامل؟ حامل. والله العظيم حامل يا محمود. أكيد أنا في حلم. زيادة بقى في التأكيد، أنا خدتها ورحت بيها المعمل تحاليل، ما مشيناش إلا ما خدنا النتيجة. إيجابي يا محمود باشا، إيناس حامل. اتفضل. نتيجة التحليل أهي. انت هتعمل ايه؟ الو؟ ايوه فوزي. شوف لي اكبر معمل تحاليل في البلد دي. خلاص اتاكدت واطمنت يا محمد؟ يا سلام، ده انا حاسس ان السعاده اللي في العالم اتجمعت كلها وطارت وحطت فوق دماغي انا لوحدي. أنا حاسس إن أنا أسعد إنسان في الدنيا. وأنا كمان مبسوطة وسعيدة أوي.
وفرحتي ما تتوصفش. انا مش مصدق نفسي، اراده ربنا فوق كل حاجه. اخيرا هبقى اب، اب، وهيبقى عندي ابن، ابني انا. ياه، انا هخليه اسعد انسان في الدنيا. تعالى يا حبيبتي، ايدك في ايدي بقى، وننزل نكمل كلامنا تحت، هوريكي شيء عظيم. انت بتعمل ايه هنا في الخزنه دي؟ موجوده ثروتي الحقيقيه، مش قصدي على الفلوس اللي جواها، لا، قصدي على الاجنده. الاجنده دي فيها حساباتي اللي موجوده في سويسرا، سواء العلنيه او السريه، مئات الملايين من الدولارات. بس برضو انا حاسس انهم ولا حاجه، فعلا ولا حاجه. انا ماليش دعوه بالباقيين عندهم ايه او ما عندهمش ايه، انما هي دول جنب الاغنياء اللي موجودين في العالم، مليارات مليارات. وانا بدات فعلا احلم بالمليارات دي، مليارات. عايز لما ابني اللي جاي ده يجي يلاقي ابوه واحد من اغنى اغنياء العالم، ولما يتخرج من جامعه هارفارد، اعظم جامعات العالم، يلاقي ابوه حول مجموعه الشركات اللي عنده دي لاعظم مجموعه شركات في العالم كله. حاجه ولا اناسيس، وزي ما اناسيس بنى امبراطوريه، محمود الشرقاوي لازم يبني امبراطورية الشرقاوي الكبيرة. ألف 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 مبروك يا أحلى عمو في الدنيا. الله يبارك فيك أبو حميد يا حبيبي يا وش السعد. والله يا دكتورة أحمد ده وش السعد والخير عليا، عشان كده أنا عايزك تهتم بيه وأدكيه، مش في شغل شركة المقاولات بس، في شغل المجموعة كله. قول يا شاب، أنت مرتبك كام دلوقتي؟ 7000 جنيه يا عمو. بس لا يا عم، من النهارده بقوا 10000 جنيه في الشهر. ميرسي يا عمو. على ايه يا حبيبي؟ يلا اتكل على الله، واتصل بصافي خليها تيجي تتغدى معانا النهارده. تحت امرك يا احلى عمو في الدنيا. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. بعد اذنك. كونجراتيوليشنز مستر محمود، الف مبروك. الله يبارك فيكي وفي عمرك. اظن بقى زي ما الباشمهندس احمد وشه حلو عليك، انا برضو وشي حلو عليك. ده اكيد. انا قلت حاجه غير كده؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه مهمه. انا اللي مفرحني النهارده ان انا عندي حلم اتحقق بعد ما كنت تقريبا فقدت الامل فيه نهائي. باي ذا واي، مستر فوزي اقترح عليا اقتراح وانا لقيته اوكي بمناسبه المولود اللي جاي في الطريق. خير ان شاء الله. يعني هو اقترح ان احنا ندي 10 ايام مكافاه لكل العاملين في المجموعه. 10 ايام لكل العاملين في المجموعه؟ عارفه دي تعملها قد ايه؟ مليون واكتر. شوفي بقى، لو المليون ده انا حطيته باسم البيبي اللي جاي ان شاء الله دوت في البنك، بعد 20 سنة ممكن يعملوا قد ايه؟ ايوه. الف 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 مبروك يا محمود باشا. يا سلام، اخيرا. معقوله تبقي انت يا مس ليلى اخر واحده في المبنى تبارك لي؟ معلش انا اسف، قبل ما اجي المكتب كان ورايا مشوار مهم قوي بره، بس اول ما وصلت وسمعت الخبر ما تتصورش انا فرحت قد ايه. بالمناسبه دكتور مصطفى اخو حضرتك مستني بره. مستني ليه؟ خليه يتفضل. اوكي استاذن انا بقى ونبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا دكتوره.